وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور أكسل. طبعا في هذه المحاضرة راح نتعلم على مهارة من مهارات أكسل، ألا وهي إدخال البيانات من خلال نموذج. طيب شنو يعني من خلال نموذج؟ عندي هذا جدول وحبيت أضيف ببيانات، طبعا لازم أنزل إلى الأخير وأجي أضغط هنا مثلا 21، نختار مثلا 8 9 5 7 مثلا محمد حمزة باسم مصمم مثلا، وطبعا نختار رقم تليفون عشوائي لا على التعيين. طيب هذه طبعا الطريقة العادية، احنا ما نريد نضيف بهذه الطريقة، نريد نضيف من خلال نموذج. طيب شنو هو النموذج؟ اول مرة حتى نظهر النموذج لابد انه عندنا عدة طرق. الطريقة الاولى هي من خلال البرمجة VBA، طبعا عبارة عن واجهة شاشة صغيرة اكتب بيانات بها بشكل مباشر راح يتم الاضافة. واكو طريقة ثانية سهلة وبسيطة من خلال نظهر النموذج بهذه المنطقة. الآن حتى أضيف النموذج بهذه المنطقة أذهب إلى ملف ومن ثم خيارات ومن ثم تخصيص شريط الأدوات السريع، حجي أضغط على هذه المنطقة وأختار أوامر غير موجودة بالشريط، وطبعا أنزل إلى الأسفل وأختار نموذج، ومن ثم أجي إلى إضافة. راح ألاحظ أن النموذج راح يكون بهذه المنطقة، بعدها موافق، ألاحظ أن النموذج راح يكون بهذه المنطقة. طيب الآن راح أجي أحول هذه البيانات إلى جدول من خلال أحدد هذه البيانات، وطبعا من إدراج أضغط على جدول ومن ثم موافق، ألاحظ أنه هذا الجدول أصبح بشكل محدد. الآن راح أجي أضغط كليك على أي خلية من خلايا هذا الجدول مثلا بهذه المنطقة، وأجي أضغط على هذا الخيار اللي هو نموذج اللي ضفته قبل قليل بهذا الشكل. ألاحظ أنه راح يصير عندي تاء الرقم الوظيفي، اسم الموظف، العنوان الوظيفي، رقم الموبايل مثل ما تلاحظون. طبعا بإمكاني أنه أتحكم بالموظفين بهذه الطريقة، وأيضا بإمكاني أنه أضيف موظف جديد مثلا تسلسل راح يكون 22، ورقم الوظيفي مثلا بهذا الشكل، الاسم علي باسم محمود مثلا، والعنوان الوظيفي طابعي، ورقم الموبايل مثلا بهذا الشكل. طبعا بعدها فقط اضغط على انتر راح يتم الاضافة. اذا انزل هنا الى الاسفل اغلق وانزل هنا الى الاسفل راح الاحظ انه راح يتم الاضافة بشكل مباشر. حتى نتأكد راح نجي من جديد، راح نختار تسلسل راح يكون 23، والرقم الوظيفي مثلا هذا الرقم بشكل عشوائي، اسم الموظف سجاد كمال ايوب مثلا، عنوان وظيفي كاتب ذاتية، وطبعا رقم الموبايل بهذا الشكل. ومن ثم عندما اضغط على انتر راح يتم الاضافة بشكل مباشر. طيب طبعا ايضا استطيع حذف الموظف من خلال اضغط على حذف محمد باسم مثلا، او ممكن طبعا بحث عن التالي، ممكن اجي هنا بحث عن التالي، ممكن انزل هنا الى الاخير بهذه الطريقة. 23 حبيت احذفه، اجي الى حذف بشكل مباشر راح يتم حذفه. طبعا ايضا بامكاني احذف علي باسم، حذف بهذا الشكل. ايضا بامكاني انه يعني اعدل مثلا، عندي مثلا العنوان الوظيفي لمصمم ممكن يكون مؤرشف مثلا بهذا الشكل، اذا لاحظ انه محمد حمزة راح يتم تغييره الى مؤرشف. طبعا العملية سهلة وبسيطة وتعطينا انطباع وانسيابية انه واجهة ادخال جميلة ولطيفة، بامكاننا نضيف ونعدل ونتحكم على البيانات بكل سهولة. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة.